قادر. البعض من الأفراد طبعا كان في نوع من الاختراق من الإخوان لعناصر داخل الوزارة زي ما كانت مخترقة في أي حتة. ويمكن سال الوزير في الحركة اللي فاتت عمل نوع من التحريك لبعض العناصر بس ما رجعش يتكلم. احنا ما كانش مطلوب من الضباط في فترة ما بعد لما توليت اللي هو كان مع سيادة اللواء أحمد جمال إلا إن احنا بنحمي المجتمعات العامة وبنبقى على حياد بالنسبة لكل مطلوب. الموضوع ده طبعا عمل أزمة مع الإخوان في بعض المواضيع لأنه المنشآت بتاعتهم بتتحرق وإحنا ما بنتدخلش إلا لو حصلت حصلت حاجة هتعرض الناس في الشارع لأنه كان لازم يتفهم إن إحنا مش جزء من النظام إحنا جزء من الدولة بالدولة زينا زي القوات المسلحة زي القطر. الموضوع ده كان بيتعمل بقى إصرارات لما أنت بتقول مفيش بتاع المشاكل كانت بتحصل ايه مش بمعنى لا مش طالعين الخدمه دي يعني هو في قصه الخدمات دي كلها كانت بتبقى رايحه فين رايحه مديريات الامن رايحه الاقصر فدي بتقدر تعمل اسقاط انها كافيه نوع من التحفيز لهم ان عشان الضباط ما تحميش المنشات لانه كان مستهدف وزارة الداخليه تقع تاني عشان لو كان دخل علينا بعد 30/6 وعدى كان هتبقى مذبحه وزارة الداخليه داخل حد الخلافات اللي انتوا عايزين ايه مش الضباط افراد انت النهارده انا كل يوم عندي احداث في الشارع انت ما بتقدمش اي حلول سياسيه مش عايز تستوعب الشارع كل الصراعات بتاعه الاخوان مع الشارع بتنصب على وزاره الداخليه كل يوم مديريات الامن بتتعرض بالمقابل كل يوم انا عندي اصابات وعندي قوات بتتعور انا بتكلم على العنصر اللي هم ما ظبطوهوش سيطرت برضه ازاي فاهم والله اكتر من سيطرتي انا سيطره القيادات وفهمهم للموضوع ما انت لازم تروح وتقول الموضوع ده سببه كيت وكيت اسمع هم بيتكلموا ايه يعني مره من المرات حصلت في اسكندريه وبعد كده قلت لهم يعني انتوا هتسيبوا المديريه تتحرق فلقيت واحد بيكلمني قال احنا رجاله وهنوريه ونزل راحوا حموا المديريه بورسعيد يمكن الظاهره الكبيره قوي اللي اعتداء على مديريه الامن ودي يمكن نتيجة الضغط ومفيش أي حلول 3-4-5 أيام ومفيش بديل اضطرينا إن احنا فيهم ضباط كتيرة خافت على نفسها ضباط صغيرة خافت على نفسها ومشيت واحنا برضو عندنا أنواع مش كل الناس زي بعضها يعني أنا كلمت هو ده السؤال اللي أنا سألته السؤال بطريقة أخرى كنت أنت كف شرفداء للوزير قيل ذلك من الكثيرين بص يمكن عشان انا عايز اقول لك حاجه انا هقول لك قصه غريبه يمكن اول مره تسمعها هو بعد ما انا مشيت في خلال يوم او يومين راح مرشي الامن المركزي وعمل زياره غير متوقعه وقعد يشكر فيا قدام الضباط لان هو كان عندهم هواجس ان انا ماشي ده هيعمل رد فعل انا كان بقالي يعني 10-14 يوم يمكن انا كنت وصلت الى مرحله انت ساعات يعني ايه احنا اتعلمنا ان احترم وقبلنا ان اخلي بقى ده راجل منتخب الشعب اختاره انا ملزم ان انا اتعامل معاه بس هتعامل معاه بما لا يضر ناسي ولا يضر جهازي ولا يضر بلدي دي نقطة الخلاف انت انا النهارده بحمي المنشآت وبحمي المنشآت طب الاراء اللي بتقول الكلام هو ده السؤال اللي انا سألته السؤال بطريقة اخرى كنت انت كف شرفداء للوزير قيل ذلك من الكثيرين بص يمكن عشان انا عايز اقول لك حاجه انا هقول لك قصه غريبه يمكن اول مره تسمعها هو بعد ما انا مشيت في خلال يوم او يومين راح مرشي الامن المركزي وعمل زياره غير متوقعه وقعد يشكر فيا قدام الضباط لان هو كان عندهم هواجس ان انا ماشي ده هيعمل رد فعل انا كان بقالي يعني 10-14 يوم يمكن انا كنت وصلت الى مرحله انت ساعات يعني ايه احنا اتعلمنا ان احترم وقبلنا ان اخلي بقى ده راجل منتخب الشعب اختاره انا ملزم ان انا اتعامل معاه بس هتعامل معاه بما لا يضر ناسي ولا يضر جهازي ولا يضر بلدي دي نقطه الخلاف انت انا النهارده بحمي المنشآت وبحمي المنشآت طب الاراء اللي بتقول الكلام ده كله ليه؟ هو ما حصلش حاجه انت لان انا لم يمكن بيا عشان تبقى عارف انا ال 14 يوم قضيتهم ايه؟ مساعد وزير مساعد وزير لإيه؟ انت خليه
لايه؟ لشؤون الوزاره مظبوط، لمكتب الوزير. ودي حلم اي واحد، انت يعني انت مش متخيلش الوظيفه دي. يعني دي وظيفه شديده الاهميه جدا. ها؟ يعني مهما اوصف لك يعني. يعني انا لم تكن كبش في بالي لبالي على اي لحظه. هو بص عايز اقول لك حاجه، هو كان مطلوب ان انا اتحرك اكيد، انا دي انا مش لانه انا ما كنتش هحقق اللي هم عايزينه، لان انا ما نزلت مره. كانوا عايزين ايه يا فندم؟ حاجتين، عايز طبعا ينزل على المقرات، وانا مش كنتش راضي انزل على المقرات. مقرات الاخوان. اه. كان عايز ينزل العمليات الخاصه تتعامل في الشارع مع رافض التتان، وما كنتش هنزل. قدم مظاهرات يعني. ما هو انت مش ويمكن اعترضنا على الترابيزات، قالوا دي قوات مدربه زيها زي القوات الصاعقه. انا ما اقدرش انزلها الشارع وهي مسلحه. عشان كده. وبعدين انت الطلب ده ما هو انا بقول له لا هي اصل انت يعني مش فاكر انا اللي قلت له او مين اللي قال له، قال له انتوا عايزين تموتوا الناس. يعني انتوا عايزين تحرموا الناس من النار. الطلب في الوش يعني. وش بقى ما خلاص ما انت بتجيب في الاخر بقى. فقال لك لا انا ما بقولش كده، دي موضوع. بعد ما حضرتك مشيت الكلام ده اتحقق؟ في ايه؟ في النا. ما هم فاهمين ان اللي ورايا مش زيي، ما اللي ورايا من نفس المدرسه. هو بس الحاجه الوحيده اللي اتعملت النزول عند المقر في المقط، افتكرها دي. ومش كل القوات رضيت تروح، يعني في جهات رضيت وفي جهات ما رضيتش تروح للخدمه دي، امتنعت عنها بس ما اتقالش. الخرسانيه اللي هتتبني، وكان موجود قياده من القوات المسلحه، وكان موجود مهندس اسمه مجدي، كان جاي عن طريق سيد الوزير كان منصور بالعيسوي، وقالوا حد ينزل يعاين ازاي على محمد محمود بالذات، نعمل سور بحيث انك انت تفصل ما بين، لانه طبعا هجوم يومي يومي على مدار 24 ساعه، والعيال ضربت رمضان وعماله بتهاجم عماله بتهاجم ومفيش حلول، لان الاطراف اللي بتدير العيال دي مش عايزه تقعد تتكلم. كنت هنا في الاحداث؟ ها؟ كنت حضرتك في اليوم ده في الاحداث؟ ايوه ما انا واقف، ما انا بقول لك. فانا نزلت من ديوان الوزاره رحت معاهم، كانت الساعه 7 وكانت الاحوال هديت شويه، فدخلت انا والاثنين اللي معايا دول، ودخلنا سيبنا القوات ورانا، ودخلنا قدام شويه عشان نحدد المكان اللي هيتعمل فيه السور. طلع ولد في الضلمه كان رصدنا ضرب علينا الخرطوش. انا كنت يعني في الترتيب كده من الحائط للرصيف، اللي هو القوات المسلحه، المهندس مجدي ده، وانا. فالطلقه الضلمه ضربت علينا، بس المسافه كانت بعيده شويه، فجت لي اصابه هنا واصابه تحت الابن ده. هي لو كانت قريبه كانت هتيجي في مركز واحد، وهي بالي. لا مش بالي، ما انا هقول لك بقى بس. انا مش عارف دي. المهم طبعا والعيال هجمت عليا، لولا القوات اللي ورايا ضربت قنبله غاز، فقدرت انسحب واخش في وسط القوات تاني. كنت على مسافه من القوات، وانا كنت لابس اسود فما كنتش باين. لما رجعت الوزاره لقيت يعني الوضع طبعا شديد، يعني مش عايز اقول لك. فبقى بشوف الهجوم لقيت جسمي كله من دم. بعد كده شفت الجرح وكده، وجابوا سيد الوزير عرف طبعا، زعق لي قال انت اللي بيطلعك من الدم لوحدك مش عارف ايه. المهم يعني جابوا لي حد دكتور عمل لي اسعافات اوليه وروحت. لما رحت النيابه تاني يوم ما كانش حد يعرف ايه اللي انا اتضربت بيه، انا ما كنتش عارف. فكانت اول جهه عرفت بوجود الذخيره دي في مصر كانت النيابه العامه. مش فاكر كان مدير او رئيس نيابه عابدين، هو اللي قال لي على فكره انت ما تعرفش انت اصابتك ولا حد عملك في الداخليه. قال لي ده موضوع جديد. قال لي اطلع الطب الشرعي. انا كنت جايب تقرير طبي، قال لي اطلع الطب الشرعي. رحت كان الدكتور هشام عبد الحميد اللي هو الوقت المتحدث الرسمي بتاع الطب الشرعي، هو اللي فحصني. هو بقى اللي قال لي، قال لي دي ذخيره عيار مش عارف ايه 4.5 حاجه زي كده، ودي جايه من دي مش موجوده لا عندكم ولا عند حد في مصر. تمام. اللي هي العيار طبعا انت عارف ان بعد 25 بتفرش. مش بتفرش الخرطوشه من جواها. احنا الخرطوشه اللي احنا بنستخدمها جواها حوالي 360 رشه، الرشه بتاعتها اصغر من حبه الرز. احنا لما بنضربها بتعمل يعني حتى الجروح بتاعتها زي ما سطحيه. انما دي دي كبيره 4.5 مللي، يعني تقدر تقول انها. هل بقى هي معموله محلي؟ هي يمكن انا ربطتها بالولد بتاع كليه الهندسه بتاع هو مضروب بيها اللي مات بيها، هو مضروب بيها. بينكم وبين القوات الدوليه؟ لا انا بتعامل مع القوات المسلحه فقط بس.
ويمكن اللي عمل لي عمليات الدخول والكلام ده أجهزة تبع القوات المسلحة، هي اللي كانت بتجيب لي عناصر تدخلني وتوديني سرا، وكانوا بيفاجئوا بيا إن أنا داخل عليهم في رفح، بيودوني من طرق خلفية وبتأمين من عناصر بدوية وطنية كتيرة هناك، كانت هي اللي بتتولى حمايتي في الذهاب في الحرب. عايزين جزء من خريجين الجنود. طب ليه؟ بالنسبة لهم هو جهاز مميز. ماديا، وظيفيا، يعني خلفية أي ضابط في الوزارة إنه كان بيشتغل في الأمن المركزي بتديله رونق. لا رونق يعني إنه ده ضابط ممكن ما يبقاش عندهم النفوذ بتاع الجهات الأخرى، لكن هو النهارده لما بيجي لي أنا كظابط يقول لك ده كان شغال في الأمن المركزي بيبقوا عارفين، كانوا حتى يقول لك ده على الأبيض يعني. فاهم نفوذ يعني إيه فاهم؟ أه؟ جاي المختارين خلقية، لأن إحنا يعني احنا ما بنسيبش الضباط على هواها، يعني بقول لك انا لما تيجي اقول لك انا عارف فلان وعارف مراته وعارف، يعني انا ممكن واحد بيكلمني دلوقتي يمكن استاذه معتزه سمعتني بقول له اخبار البيض ايه الفلاح مش فارق، ببقى عارف تفاصيل الاسريه. احنا مجتمع مغلق، الضباط في امن مركزي والولاد الصغيره اللي بتعيش معانا بتخش في هذا المجتمع. فما حدش اللي ممكن يكون بيتكلم بقى اللي بقول لك عليهم اللي جم من بره، جاي بقى متخيل ان هو بالظبط كده يقول لك انا جاي الامن المركزي اخد لي قرشين زياده وانتخ، ما هوش عارف حجم الشغل، لان برضو الضباط بره ما هيش عارف طبيعه تشغيلنا احنا ايه، يعني بنشتغل ازاي. هو متخيل بقى ان احنا قاعدين في الصحراء والهوات يعني، مش متخيل بقى حجم، وان الضابط اللي بيطلع الشارع ده لا هيموت بيموت عارف، ما هو قال لك حاجه عارف ان هو نازل هيموت، انت النهارده انت بتدربه وانت عارف هو رايح فين. يعني انا يمكن في تاريخ حياتي كل ما يحصل لي حدث اول تليفون بعمله اروح طالب مراتي اقول لها انا حصل كذا عشان انت هتعرفي وانا سليم. هم عدوات مع وزاره الداخليه وفضلوا الجيش كتير عن الداخليه. لا دي انا هقول لك ليه. النهارده القوات المسلحه هي صاحبه الارض الاساسيه دي. تمام؟ هي انا اتعلمت اتعامل مع البدو من خلال عناصر القوات المسلحه. هما بس هو اختلاف وجهه النظر، القوات المسلحه مالهاش دعوه بموضوع زراعه المخدرات. وزاره الداخليه مشكله متشكله من نواحي الجريمه. في تريديشن ان زراعه المخدرات عند بعض الناس ما هياش جريمه. عندهم برضه لازم تبقى فاهم سينا فيها نوعين. دي ما قلناهاش قبل كده. في نوع اللي هم اصولهم جايه من الشام. لو ارجع بقى بيك لورا شويه، انت كنت صغير في السن، اسم عيله المصري يقول لك لقب عيله مصري، هتلاقيها في العريش وفي سيناء، هتلاقيها في فلسطين، هتلاقيها في لبنان، هتلاقيها في الاردن، هتلاقيها في سوريا. ليه؟ ده بقى تاريخ محدش يعرفه. ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا قاد الجيش المصري وراح يستولى على الاستان على اسطنبول. الجيش المصري ده كان اول جيش يتعمل لجنوده، لان طبعا محمد علي لما تولى الحكم في مصر حب يشكل جيش، كان ما يقدرش يعتمد على المماليك لان المماليك عملت له مشاكل وموتهم، وكان القوات اللي جايبها معاه قوات البانيه على موراليين على ما يكفوش ان هو يعمل الجنود، فبدا عايز يكون جيش عشان يعمل دولته، فبدا يشتري عبيد من السودان، فبدا يعمل لقى ان العساكر السمر دول ما بيستحملوش البروده، فكان اول فكره تجنيد للمجند المصري هو العسكري الفلاح. العسكري ده هو خده ودربه وسلحه وجابه المدربين من فرنسا. هذا الجيش حاصر اسطنبول وكانت هتقع لولا تدخل الدول الاوروبيه. الجيش ده بقى هو راجع، في عساكر ما رجعتش، استحلت استحلت العيشه، اللي عاش هنا واللي عاش هنا وكونوا اسر وعاشوا. مع الزمن اتنسى اسمه وبقى لقب العيله المصري، هو العسكري المصري اللي كان راجع. فدي نقطه طب في عرب دي كانت تنظيمات فرديه وكيف يمكن مواجهتها؟ هو خلي بالك من مطار الناس العاديه. تجمع كل التنظيمات، بس هو كل واحد بيطلع بياخد له دور.
او فكره بيوديه في حته، يعني في واحد بينزل يعمل مظاهره في الشارع، في واحد بيحدف طوب، في واحد بيحرق، في واحد وصل لمرحله بالذات العناصر اللي موجوده هناك ثقافتها الدينيه ضحله جدا، لان هو بيجي يصطاد واحد ما عندوش اي نوع من الثقافه، بيزرع جواه عقيده معينه وفكره معينه، بيوصله لفكره ان القتل ده حلال، انك انت مش عارف ايه. العناصر دي كانت مجهزة ومدربة ومهيئة من قبل 25 يناير ما تعمل. هي طبعا الوقت الحاجات الفردية دي توقف كمانها تاني، لان انت بتتعامل مع خلايا عنقودية، كل واحد بيشتغل لوحده. ممكن ده ممكن بيكلفه مجموعة، لسه في قيادات مش موجودة. اوعى تفتكر ان العلاقة الخارجية اتقطعت. لكن مفيش شغل ممنهج، يعني انت عشان تتعامل مع الاحداث دي تتبع الحدث. ها؟ تتبع الحدث. مش بتتبع الحدث، انت النهارده امن الدوله بتتعافى. وكان اكبر مخطط لتدمير البلد ده هو هذا الجهاز. والجهاز ده لكان كل الكلام اللي بيتقال عليه ده، ما انتوا دخلتوا الجهاز ما طلعتوش جثث من جوه ده. ده سؤال. اصل خلي بالك اقوى حاجه انك انت تحصل على المعلومه انك تواجهه بالحقيقه. انه يبقى عارف انك عارف. ما يبقاش فيه مظاهرات، ما يبقاش فيه تشتيت للقوات، لان انت النهارده بتتشتت في المعلومه، لان عشان تبقى تتعامل معاهم زي ما تعاملنا مع الارهاب في التسعينات. احنا استوعبناهم الاول لحد ما بقى عندك قاعده بيانات وخطط، بدات تتحرك باسلوب المبادره، يعني مش بتشتغل على رد الفعل. انت اللي بتدور على طول تشوف الاول. انت طول ما انت اللي وراه انت ما بتمكنوش، لان هو خلي بالك هو عنده عقيده من زمان يحط خطه الهروب قبل خطه التنفيذ، وسهل جدا ان هو يلغي العمليه لو حس انه فيه ولو لحظه انه هتزبط. مستعد في موقف الخوف فانا ارهقك، يعني مش مهم ان انا اذيك، انا حتى لو خوفتك بسكينه او بسيف او طبنجه وجالك حل صور ده ارهاب، رغم ان انا ما اذيتكش ما لمستكش. هو بيلعب في الحته دي. طبعا هو بيعمل التفجيرات انه مش قادر يعمل على الارض حاجه كبيره. لا، وحتى المظاهرات اللي هو بيعملها في الارض مش جايبه فايده. انما ما يعمل لك تفجيرات هنا وتفجيرات هنا. وبعدين هو بيلعب من خلال عنصر ما تقدرش تجيبه. لا، مش ما تجيبه، هتجيبه. ما انت ما تجيش بيجيبهم ازاي؟ واحنا كنا بنجيبهم ازاي؟ بيتجابوا. ولما بيتمسكوا على فكره اسهل حاجه انهم بيتكلموا على بعض، مش كده فاهم يعني. انما هو انت بتتكلم على، هو بيجيب عنصر يقول لك ده مش تبعي عشان لما ينكروا. يعني النهارده انت لو جيت قلت العيال بتوع انصار بيت المقدس كتاب على الاخوان، لو جبت عيال يروح هيحلف لك على المصحف المجتمع، صح؟ لكن هو يقول لك اه بس انا ممكن. وعلى فكره الكلمه اللي قالها بالتالي دي ما كانتش عوامض لما قالها في طلعت على تلفزيون الجزيره اظن، لما قال اول ما مش عارف ايه الوضع يقدر فيه، مش عوامض يعني. ما المتوقع منه؟ المتوقع منهم ان ينكمش ويرجعوا يخشوا في حجمهم تاني، لان خلي بالك الاخوان كانوا وصلوا ايام رئيس السادات الله يرحمه الى الصفر، كلها كوادر عجوزه ما عندهاش كوادر كتير، انت ما فيش دم جديد بتضخ فيه، لحد ما اتفتحت قصه الجماعات الاسلاميه في الجامعه بمباركه النظام عشان يواجهوا التيار الناصري، فبدا يخش بقى تفتح باب لعناصر انها تخش فيهم، لانك انت حطيتهم على وشك. اللي هيحصل دلوقتي طبعا انت طالما جرمتهم هيبداوا ينكمشوا، هتبدا من تحت الضخ هيقل، وجزء من اللي مذبذب جواهم هيخرج، وفي جزء هيتنوا بس هيتدارى، لان في جزء منهم مرتبط عائليا واسريا. يعني خلي بالك الاخوان دول مجتمع مغلق، يعني ما فيش واحد يروح متجوزين بعض وفعاليات متجوزين بعض وفعاليات مع بعض فتره طويله سنين، جيل بيتربى في ظل مجتمع بيحارب الدين الحقيقي بحجه التحضر والتميز والارتباط بالعالم الغربي، طبعا عارف محاربه للعادات والتقاليد بالنا دي جاهليه وتاخر
وكانت سياسه الدوله او مش عايز اقول لك حاجه تاني لا انا بتكلم عموما بتحارب اللغه. اصل اي مجتمع انت اي مجتمع واقف على ايه؟ على لغه اللغه بتاع بعض. انت خليت التعليم الاجنبي اهم من التعليم المصري، ما بقاش فيه حتى الاغنيه الوطنيه اللي كنا بنسمعها زمان. قول لي بقالك 10 سنين سمعت كام اغنيه وطنيه من اللي كنا بنسمعها في جيل يعني؟ مفيش. النهارده حتى اللي بيعمل اغنيه وطنيه النهارده تثير الرسائل، لكن انت لما تجيب بقى تسمع الاغنيات الوطنيه القديمه اللي كانت من ايام 56 و هي دي اللي كانت بتربي في الشباب. انا ربيت شباب ما حطيتش جواه احساس انه يعني بيحسسه بحبه للبلد. هو الجيل اللي راح الجيل اللي دخل حرب 73 ده اتربى كده، اتربى انه ده عشان الوضع. بالاضافه بقى مصر طول عمرها ما احناش اغنياء، بس انت جيت في مرحله ودي انا شخصيا اللي بعتبرها احد الحاجات اللي فجرت الموقف فقدان الامل. بمعنى انا ممكن انا الراجل انا شاب النهارده اتخرجت من الجامعه مش لاقي شغل، لكن عندي امل ان انا هشتغل. لكن لما تيجي الامل ده مش متاح، لان انا جبتك حطيتك فوق من الحيطه، هما بقى لقوا البديل اللي ينفعهم. الشاب العادي ما لقاش البديل ده، انما هو بقى لقى بقى ينفع يصرف عليه ويديله فلوس ويعلمه. وانت الدوله مغيره والله. يعني انا بحب السيسي كشخص، لان انا شفت هذا الرجل على الطبيعه وشفته بتاعي. الرجل ده عنده احساس وطني عالي جدا، عنده قدره اداريه عاليه جدا، واعتقد انه لا بديل ان الرجل ده اذا كان يريد الخير لمصر لازم يبقى رئيس مصر، لانه هيجنب مصر حاجات كتيره جدا، ووجوده وجود الناس حواليه هيمنع تيارات كتيره جدا من حصار.